أهل الجنة فردوس قصر النحلية صفات كذا ما كإله هو الرمي وحكم ذها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوة أمانة دودة يوحي أي بلن قادان إلى لنا يبالي أولئك آيات كما كيسا سعدان أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في سورة المعارجنا سيدوك لا إلهي كتل ماميا أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون إذا وحن لأن أهل جنها ماشي سرقلة أنبياء أولياء صالحين صفات كتل ماميا وحويا إن يين دد بل مدود أوفية بل أنك دد كبورية ورانكو حكوت المامية صفة فالح إنيتهي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون واركوا إيمانك لغيها ليوم حاو أورانيسا وحيدا صمينين بلا إيا هشيس إيا يبوه إيا وعد محاد صمينيسا أنا صمين دونين كبر مقتا عند الله نبينا عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين كقصة أروري وحو قتل ماما أستان منافق صدح ده أستامد وهو وين كم تهي وركي سوقفك بين نغضة بلن كي سنو بره وحو يبوها ما بلن قاد برية وحلو آمنا خيامية رواية مسلمة حكو درسا حتى هاتك دو هالصوم هالشيكتين مسلمي هاي يكاس علامة النفاق بولي وحكالو نبي قوكت المامي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين ككوية الله أفر قفك لغاها لهم منافق نموا قؤرورتي ومنافق نبعة ننك علامتك مدى لغاها لان علامة هي النفاق أيو كجرة نفاق هو نفاق عملية هي نفاق وين نفاق وين وك قلبك قلي عقيدتك صابسا الدين لأنت نفاق نقنك قلانا وقوة كانوا نبغوا تلمامي وقفك هدي لا من وحيامة هدو الرمى بين شيغة وإذا عاهد غدر حديث يهر محوها إذا وعد أخلف كان نوام حي إذا عاهد غدر هدو هشيس قالوا وخيامة يبالي وإذا خاصم فجر إذا أيها الحبة قفك مسلم كي وحو هشيس قالي وينسك إلالي وحضونا بها النقطة وحب الله قاضي وينسك إلالية قف وحب الله قاضي هشي سلق لنا هدانة فلنين قف كمسلم كا وحي وقف كغن واقه أما وقرال كو صحيح وين فلية يا بلنا مر هدان خلاف سنين إلهي كتاب كيسية سنة النبي وحي وقف كغن واقه أما وقرال كو صحيح وين فلية بل ما دبي علماء دادان لبا يقيب سمان بل ان اله الا لغلو اي بل ما بنا ادم كلا لغلو بل ما اله الا لغلو وا دين تودن لا اله الا الله محمد رسول الله مركات قرطي واحد قرتين الهي اقبلي شيء نبي محمدنا اتراعي سيد بل ان كاسد اله الا غش دبتنا الهي وحين لي واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وربلن كاي غفوليه كنا فرنا ياي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون آيات كلا شرحي هبين ذا تنبا وإلهي بلا كيسا أوفيا ذلكم وصاكم به كاسبا إلهي دن أمر ياي دن فريا لعلكم تذكرون إلهي وحلي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وحيد هذا العلماء انت بضن بلن كا إله إلا لقاله قف كل بضع في كل عوم با إلوسية انت بدن ضعف الذاكرة بيد هذه ولذلك با آيات اللويري لعلكم تذكرون يبيد هذا ضعف العزيمة وينوات النبي آدم ليري فلم نجد له عزمة وحيد هذا وقال لبدا مشكلة ده انت بدن بلن فرقة كينة عهود مركة إلهي وحنا لي ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم بلن كاسي إلهي لقل
marka inuu dhabarka ku jiray waa la galay. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن بلما بدن بقرآن كوكور رمي يا إلهي لك الله وحي بلنا إلهي أدلق شوينة فلسة تصالح فضوضة عن تلمامه طلاب العلم بأو بدنتيني بلما دا إلهي لك الله وحاكم دا إنا قونت الله فافيه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ميثاق بالك قاضي وبلن داري لصعته كوي كتاب كلاسيك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الله عدينا إيوه وضدك الله عدينا إيوه أن مرنا بالك قرنين. بل لما ظل لك علي إلهي وبدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن أوفى بعهده من الله بإلهين لين تصوت المامي وانا كي نبغى تلمامي عليه الصلاة والسلام وحل اوفيه الهي بلن كيسي يديمه ساوغفي عن قبر دي تدي هو يدي وارد مطي وحن كنا درتين اي حجته اما كحجاه نعم حجي عنها رأيت لو كان على امك دين كنت قاضية قاضية اقضل. نبغى عليه الصلاة والسلام قلابو يلي كأوفي فالله احق بالوفاء. قرآن كنا أمام با أغسوغن دتك قمنا هذا إبلن كإلهي لك لنك قمنا هذا أو إلهي محو قرآن كويري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مؤمنين توحى كتر سرق كر شيقي وحيا إلهي أبلن قادين أنس بن نضر يرق اللميدة وحيا إلهي وبلن قادين كرون شاقي وحاكم إذا كوى صدا كل انطي يكوى السقية وأن وحب بدلين ايشت كاسي كسوغا بلن يقفك كرون شاقي. أبي العاص بن الربيع ونبي عليه الصلاة والسلام من أنت سي زينب أقبي نبي كو أماني حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي بنبي كو أماني عهود ددت كورد حيس مركا إنه يدور نماد ما وقتك كوبني عهود بن آدم كورد حيس. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بإلهي وركو إيمانك لغاها ليو وارفولية وحي عقدية وحي كونتراكا وحي هشيسة وحي بلنا يا أقشان بل ماذا بن آدم كو قلوات تربدين. مثلا بل انك اي شروط سبعين لو في النبي وحكو تلمام يا حديث كبخاري كو يا الله أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج به الفروج كو وحق مدن إلا فلياه ووحي أفرجك كو حلالي ستين قبلت ده مركز الله هيدا قبر ده مسلمات ده لغو دري وحد قبلت له هيدا إنه تفلسه وشروط وقوين اللي قاربه قدرية بناء آدم كي يا إلهي با وحد لقى شيء إنه تفلين ويدا وعند قمده وولي تساد رادد با إلهي كتل مامية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بإلهي وجعلنا قلوبهم قاسية. لمن كي يهود هم حليلي فبما نقضهم ميثاقهم برنتي بريم بلن كودي أيا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية أيا إلهي لعندي سكر عض وقلبي إنج جوحا صوعا تدل بدنه إنك ترسن وبلن كي جلام ببرية إياكم يان لعند ضيق قلبي إنك كوكودا عينين مركز رير بنو إسرائيل كما قبيل في عند إياك أبدا ورنبي كو أبتر صدا
نبي يوسف يا نبي يعقوب يا نبي إسحاق يا نبي إبراهيم يجاب أنبياءك أبتر صدى هذا قبيل تهي. لكن رقم كودي با كان كان صدي إلهي قرآن كوحكت الماما يسقو برنتا لبريب الله ماذا لقلف الحمد يدوت الماما يو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون بإلهي كت الماما بل قرآن كإلهي وحكس فينيا مركي إلا تلمام مجتمعي الصادقين المتقين كو إن ينكو وبلن كو وفيا المخادعين الكاذبين كو إن المرافقين بإلهي تلمام يا سدردد بإلهي وحلي فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه إلهي سبحانه وتعالى قلبي يدود النفاق نما الله دقي سبب توامحي إن بريين وحى إلهي ويبوهين أيها الأحبة أن صوكوبنا بن آدم كنت صالة ياشي وحكو فهما دور تصالة سيرة دي صحابة دي كم دان تلمام لي النبي عليه الصلاة والسلام دقا كيسي نبي عليه الصلاة والسلام هرتا بلا ماذا مركا إنو كور رمي إنو بلا كوا اسكم مد إن أدقال لقشو إن أدمرافق لقشو إن أدمسلم لقشو إن أدولي لقشو واسكم مد أركاني واسكا قال بلن كيس بوري مجرتو قال إيه مسلم قفك مسلم كي هدو بلن قالو قفك مسلم كي إنو قول لي يا لقربا سيداو قيد أن سوقا أن قضية دي سلح الحديبية سلح الحديبية نبي عليه الصلاة والسلام هشيس بلا قال قصة دي نغو يضو كوبن هشيس كي يولا قرأيو ولا ربين لقره وسهيل بن عمر صحابي قال له رنجر عمرك قال يا نبي محمد ولا قرأنا يا هشيسكي أي وحي يمي أبو جندل سهيل نمو دالي قال كان مركا وح قرأي مدو دالي أو مسلمة أو مكال وحري أو سلسلة هي وحي صوت غوستي أو تورشر كي تعذيب كي وكم مغضو أرد يا صوت غلي سهيل بن عمر وحيدي هشيسكي وينو قال ولما ينقر ما يواق الله يبيري ساء وقيت كاسا وهو الرأي وحنكو هشينو هشيسك وحكا مدها هذي قريش مد مسلم كصوب حسدين لو عليو هذا هو مسلم قريش كصوب حسدي اندب لو عليو ايا هشيسك كوشري طبعا قضب ايو كمدها تيتنا وحولي وحان هشيسك قولك له كم با وهو الرأي كاهد دادو فلسنة هشيس كان وشري هذه كلنا بشريه نبي عليه الصلاة والسلام حكوه أن جسني كان إي أقلو إي فلي هل كان رحمه كو إيقا قال لي ورن شرين كان وحكا ستاو وني سيداب النبي عليه الصلاة والسلام وديد سهيل بن عمر كاسي دين ما يبير كان باوغوه الرأي هشيس وحينو كو قال له دبتنا النبي حكوه اسبر واحتصب وارصبر الى هدرت حساب سوى عفو قلنا عيوز كان نقبال ليلي وقيلي ما قال هذا اللي يعلن يا ابو ليانو مدين تيدين اللي يقفدنا يا بار ربطان وما انت عمر هذا اللي ذكر دعين وحن قدن لنا هاي لما اردن ان مصلحة مسلمين تحقيق كترتها هي ان كان مسلم كي مسكين كاهل السود يوحى ليش اسم الله قلي هنغضو متكسي هذا كانت الممنو أبو بصير صحابي كلو لورن جري أي سنة صباح صدي مدينة مركي اللي يمي بويس سويتا غي سوى بحثية سنة قريش كصوى عرري قريش اللي بنن بيك صوى دبدرين هل سوى علي بيدا دين سنة بلن كين نباس داها لبدين نبا يمي تبتن وحيدا بلن كين نوحوها إن لسوى علي أنك نو صباح صدي علي نبي قوحيد عليه الصلاة والسلام أبو بصير بو يروح على أبو بصير ونقو مقالة اللي يقول لنا يا أبو يد ودك تيبو يدين أنه هشيس قال لي هشيس قال لك ما بحنا نقو أبو بصير واقبل مردين نبي محمد ليه نقو لابد إن مصور راعي ده الحليفة ما لها مركي إلا مري أي يقو تمرعون أي وحن بو مد سيفتك قاضو مد بو مضحك شرق كي كالو أردية أي سوق لي مدينة نبي عمر كو اركي بيو دكاني بلايا ارق انا بقيا
dabeetana abu busayr oo daba ximaya soo galay nebigu wuxuu ku tilmaamay miscar xarb inuu yahay almiscar waxaa la yidhaha qorigan dabka lagu walaaqay lagu shito kani yacni waa dab walaaqaya buu nebigu tilmaamay inaan markaa wuxuu fahmay abu basiir in haddana la celin doono haddii mar kale la yimaado in la celin doono madiina buu iskaga baxay xeebtuu tegey halkaa xeebtuu iska degay abu jandalkii baa soo baxsado isna xeebta yimi rag kaloo maxaabiist ahaabaa ka soo daba baxsaday kontoneeyay isku soo gaadheen ilaa dhowr boqol bay gaadheen baa lagu tilmaamaa dabeetana quraysh bay u galeenba halkaasi safaradoodii iyo wixii oo dhan markii dambe quraysh baa dalbatay nebiga ka bariday qodobkaa buri waa cafinaynaa qodobkaa nimankaa soo xarayso kugu soo noqdaan nimankani mar hadday nebiga ka tageen isagu kama mas-uula waxay geystaan waa ka baxeen magaaladii uu nebigu xukumayey meel aanu nebigu xukumin bay iska tageen halkoodaasay gaalo isku hayaan dabeetana waxay dalbadeen in lasoo celiyo labada qisaba waxay tilmaamayaan heshiiska la gala sida uu adagyi saasi daraaddeed baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya wain istansaruu hadday idin kaalmo weydiistaan qola heshiis la gasheen taasi kuma jirta baa la yidhi qiso saddexaad aan tilmaamno oo ku saabsiisan dagaalkii beder dagaalkii beder xudayfa ibnu lyamaan iyo aabihii kamay qayb gelin wuxuu leeyahay sababtii uga qayb geli waayey buu tilmaamaya iyagoo soo socdo soo hijrooday ayaa ciidamadii quraysheed ee dagaalka u safnaaba meel dhexe ku qabtay xaggaa ku socotaan bay dhaheen waxay dhaheen madiina ballan noo qaada bay dhaahdeen inaan madiina ku socotaan oo aydan nebi maxamed la dagaal gelaynin soo raacinin ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam ballankii bay u qaadeen dabeetana waa la sii daayay waa iska socdee nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii nebigu ciidan ma haysto dhowr boqoloo nin buu wataa dagaalku ma talagelin halkan kun nin ayaa maraya isla markaa iyagu ma hubaysna saxaabada tani oo dee jidgooyo yar bay ku talagaleen qoladanina dagaal bay ku soo talagashay oo hubkoodii oo dhan waa wataa waa maalintuu nebi maxamed ilaahay baryay u lahaa ilaahu intaa haddii maanta aada halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo saxaabada yareed buu tilmaamaya ilaahu intaasi maanta hadday iga dhimato oo halaagsanto yacni diintu way dabar go-aysaa buu tilmaamaya sidaasu rag ugu baahnaa haddana markii uu u yimi xudayfa ibnu lyamaan iyo aabihii ee warkii ay u sheegeen wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam insarifa iska taga nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim saxiixu muslim buu xadiid ku yaalla labada qiso horena bukhaarigay ku yaaliin waa xadiis saxiixa cala kulli xaal iska socda buu nebigu yidhi ballankoodaan u oofinaya ilaahayna waan u tala saaranaya ballanku ballan dirqiyaa buu ahaay oo lagu ikraahay maca daalik nebigu wuxuu rabay ballan muslim galay inuu sidiisa u fulo ballan uu qof muslimi galay inuu sidiisa u fulo inaan marnaba muslimiinta lagu calaamadin heshiis ay galeen inay ka baxeen ama heshiis ay galeen inay burinayaan inaan marnaba lagu calaamadin maxaad umalinaysaa xadiiskii abi raafic ee abu daawuud ku warinaya saxiixa iyo nasaa'i baban rajayna inuu ku yaallo sheekh alalbanina saxiix buu ku tilmaamaya quraysh baa soo dirtay oo waraaq u soo dhiibtay oo wuu u yimi intay heshiiskii wax qalqaldeen ayay u soo direen fariina ay rabaan inay sheegaan inaanay heshiis ka bixin oo waxaa qaldamayna in la cafiyo dabeetana markuu waraaqdii keenay ayuu abi raafic wuxuu yidhi naftayda markii hore muslimaan ahayn laakiin imika waan islaamay dee nimankii ku noqon maayo nebigu wuxuu yidhi ballankoodaan fulinaya noqo hadday islaamnimadu kaa dhab tahay markaad xaggaa tagto intaad islaamto hadhow hijrood haddaad doonayso laakiin anigu ballankii baan fulinayaa inii laa ukhisu bilcahdi buu nebigu yidhi cahdi ballanka ma buriyo ee ballanka sidiisu ahaanaya waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu ballan galay wuu fuliyey bale saxaabadu waxay isku dayeen ballanqaadyaduu nebigu galay markuu nebi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib
inay oofiyaanoo nebi maxamed ballan u galay inaanu marnaba burin oo waa maxay جابر بن عبد الله با وحو يري نبي قال وحو يقول يري لو قد جاء مال البحرين قد اعطيك قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ابو نبي هدي حوله بحريني يمادان جابرو وان كسين يا سدا يا سدا يا سدا ابو يقول يري بيري صدح جرب النبي وقعد تلما ما يقول يري انه وحسين ايوه دبيت انا حوله بحرين واني ما نبو نبي وغيري يودي markay xoolihi bahrayn waqtigu amirka ahaa abu bakar ay xoolihi yimaadeen abu bakar baa istaago wuxuu dhay man kana lahu inda rasuulillahi iddatun aw daynun falyatina warki nabi maxamed u ballan u qaaday ama dayn kula hayo noo kaalay buu leeyahay abu bakar wuxuu rabaa inuu fuliyo hadiiba uu nabi maxamed ballan cid uu qaaday alayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxaan ku siin doonaa inaanay marnaba beenoobin نبي قو غير يودي مركا و خولاي نيكي بلانو نبي محمد قاداي امسه دين كولها يو نو كالاي جابر بن عبد الله با ويما و خويري نبي قو خوي يغو يري حدي خولها سو كو يمادان سدا اي سدا اي ساسان كو وخن توبين دورا كالاي بو كو يري دبي تنابي بكر خولي بو خن توبي كاسو ديبي تري با ليري ولا تري markaas ay leedahay 500 bay noqotay markaas uu yiri laba goor oo kala min 500 ka qaada hadaba hadii lagu yiri sida iyo sida iyo saddex goor baa lagu xantoobinaya hadii lagu yiri xantoobada tirso oo wixii ku noqoto saddex laabkeed qaado saxaabadu markaa waxa ay dad fuliya waxay ballan galaan nabigu naxali salaatu wasalaamu xulayaa almuslimuuna ala shuruutihim muslimiintu waa wixii ballan ay galaan tusaale هدي قف شقالا كونتراغو صحيحو وينو قفك شقالين فوليا نينك الله صحيحين وينو فوليا دولة هدى يبلن قشا وينو فوليسا وحي الدستور كي قوانين تكو قرتين اي ان خلاف اين شرعي اسلامي وين لفوليا مدحوينها لداريي وزيرك لداريي داد كان لودا داريي وابلن دار لغو دري وابلن ومواثيق بين نقدين وعهد دارنا لغو سيدري وليبا وين لفولية هدي لفولين وايو كوي بين نقون يانو نبي وشيغي عليه الصلاة والسلام إذن قفك مسلم كاي هكاد دكتونا هذا بلا مدى وقليه ميد دولة ديت هالنقطة ميد شعب هالنقطة ميد نقالة هالنقطة mid ballan qaada noqoto mid qabaail ha noqoto qabaailkan mar walba inta heshiiska galaan burinaya noocan nifaaqa bay ku dhacayaan nabigu tilmaamayo noocan cadada ilaahay ku dhacaysa fa bima naqdihim mithaaqahum la'annahum ba ilaahi ballankooday buriyeen daraadeed ba lacnadu ugu dhacdo qalbi engagu ugu dhacay idan sultaan ahow ama caaqil ahow waxaad ballan saxeexday waynaad fulisaa madaxweyne ahow wasiir ahow wixii aad ku dhaaratay waa ballanay waynaad fulisaa qof muslim oo caadi ah wixii aad ballan gashay waynaad fulisaa dadka muslimiinta waa inay bartaan heshiisku iyo ballanku inuu diinta islaamiga wax weyn ku yahay xataa haddaad gaal la gasho u fiirso روايات ما حديثة نخرين يوا بالله ما قال لا قال به هاي هدي مسلم لا قال ما حد مالين سامركا هدي نكور رني بالله ما دو قال لا قال يسيد النبي محمد فلية عليه الصلاة والسلام وهو اللي بل فلنا يي ضد كاس ضد بهاي ستة أيهين مسلم اللي بهاي ستة لقو فلنا يي بالله ما ضد كاس مسلمين تعادي قالن حي هاي هاد مدينة نقان سكر نقطي qofka siyaasiga inuu buriyo inay dhaqan iska noqotay qabaailku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay shirkadaha baacmishtarku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay dadka caadiga inay buriyaan xataa inay noqoto qofka raba inuu ku yidhaahdo ballan dhaban kula galaya warada ballankaygu kii soomaalida maaha inuu ku yidhaaho goor ma inuu sunnimaadna waqtiga ballan soomaali hadda maaha kaanama ballan soomaaligu been soconaysan yahay halkuu qof muslima ballankii ka ahaan lahaa
waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo ballankii gaaladu ninkaasi leeyahay war ma gaal baa ballan loo muslim baa ballan laga waayey waa dilaande dil la yiraahdo gaalkaa ballan leh oo muslimkaa ballan laga waayey waa diin la'aan sidaa awgeed waqtigii salaadka waa gaadhay waxaynu ku koobaynaa nusuusta qur-aanka ah ee ballanka ka warramaysa ama ka ilaahay lala gala ha noqdo ama ka bini'aadamka lala gala ha noqdee aad bay u adkaynaysaa dadka fuliya aad bay u ammaanaysaa ambiyo iyo saalixiin iyo awliyada ilaahay baa lagu tilmaamaya aakhirana jannada firdowsa firdowsi lacla iyo jannada kuwa mukramka oo lagu kareemeeyey baa lagu tilmaamaya dadka buriya ee ballamada buriya aakhirana nebi maxamed wuxuu iyadoo calan dabada ay ku wataan liwaawlgadri la yidhaha carabta dhaqankooda waxaa ahaan jiray markay sanadkii mar isugu yimaadaan suuqyadoodii weynaa iyo cukaad iyo meelaha calamaa la taagi jiray calan cad dadka ballanka ka baxaba la taagi jiray waxa la odhan jiray reer hebel ballankay qaadeen oo dhan way fuliyeen calan cad baa la taagi jiray calan madowna waxaa loo taagi jiray reeraha inta ballanka ka baxda calan madow bay taagi jireen sida imaamu qurtubi uu soo naqlinayo maadaama calan cad iyo calan madow la taagi jiray aakhiro toodii baa ilaahay ugu tilmaamo waxaa la yidhi aakhiro kuwa qaadiriinta qadriga sameeya waxay imanayaan iyagoo dabada calan looga taagay dabada adigoo calan ku wata ayaad aakhiro imanaysa oo la yidhaha liwaaul qadr calankii kuwa buriya heshiisyada ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu watacaala inaynu dad muslima uu inaga yeelo oo ballanka sidiisa u fuliya heshiiska sidiisa u fuliya heshiis kasta uu galay gal iyo muslim ciddaa doonta la gale inaad heshiiska sidiisa loo fuliyo صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين